في وحدة جت سألت عنك، قالت وين ياسر؟ أبغى يسوي قهوتي. لا تشيل هم، أنا ضبطت الموضوع، سويت له القهوة. طيب هم ذول اللي قدام؟ لا وين، بس يعني ضبطت الموضوع، أنا سويت له القهوة. تفضل. يعطيك العافية، نورتم، يعطيكم العافية. طيب يا أخي كيف؟ ما تذكر شكلها؟ والله ما أذكر، كان في حدود 5-6 بنات. طيب وش اسمها يا أخي؟ أنت كتبت اسمع الكوب؟ إيه بس كان بالإنجليزي، اسم غريب. تعرف أنا منيح بالإنجليزي. تذكر أي شيء؟ تذكر بداية اسمها. تعرف هو مو سي اللي تشبه السي بس على جوا كذا. دي. لا يا ابن الحلال، نفس السي نفس الشكل بس جي. آه جي. جي جي. إيه وجي. لا تلقاها يا جمانة. يا جليلة. لو جليلة كان حسيت أن اسمها جليلة، بس مو جليلة. بس يعني هي سألت عنك بالاسم، قالت وين ياسر؟ أنت ياسر؟ قلت لها أنا خالد والله. قلت ياسر؟ يا كذاب. استهبل حنا. طب أنا بتصرف وجيك. المعذرة على المقاطعة، بس كيفكم؟ شيء إن شاء الله مبسوطين. يعطيك العافية. أي ملاحظات أي شيء أنا موجود. تمام. يعطيك العافية. بس ممكن خويك قال إنه الختمة ذاتية. هي بالضبط ذاتية، عشان كذا أنا جيت بذاتي عشان أخدمكم ياسر. شكرا. أي شيء. يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية. مساء الورد، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟ كل شيء مبسوط مرتاحين؟ اذا احتجتوا شيء ولا شيء على طول. ياسر تمام؟ ياسر موجود؟ اي خدمه نادوني. ياسر تمام؟ ياسر لا تنسون. السلام عليكم. لا طيب السلام عليكم، مساء الخير بنات بنات الشباب. حبيت انوع عن شيء بس بسيط، اي شيء تحتاجونه الكافي اسمي موجود، اسمي ياسر. اي شيء ينقصكم اسمي ياسر. ياسر